لها علشانها. وأهل العلا يوم زرناهم لقينا غلا زايد وشعبه في منطقها ووجدانها تاريخها تعكسه روعة صخورة العلا دار. للمملكة من ديار الشيخ زايد ولا محبة ثابتة ما مال ميزانها كلها علشانها أتعب هجوسية على أصعب بحور الشعر كلها. في هذا السباق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إذن يهني الفرسان الأوائل بعد ختام هذا السباق سباق رائع وسط مناظر. أنا سباق ممتع الأجواء باردة الأجواء باردة توقعت الحرارة 17 ما راح أطلع على 17 إذا الآن هنا كذلك لا استقلوا لنا ما راح أطلع واحد لكن المدفع رايح رابع لكن كنا هديها شباب جماعة لي مشاهدي الكرام نتواصل في تغذيتنا هالمرة أنا وأخوي عصام مع سمو الشيخ حمدان. اليوم إحنا في المملكة في حضرة السباق غالي يحمل اسم غالي. أولا أبا أقول لك شيء، أنت سعودي وعندكم هاي الأرض ما تخبرونا بها؟ أنا أول مرة أدري عنها. تدري أنا مستانس لأن عندنا الشاعر مدغم أبو شيبة لما قلت له كيف أنتوا عندكم هاي الأرض ما تخبرونا عنها؟ قال صدق ان انا اول مره اجيها فاستانست اني انا الحين مثلك جوابي زي جواب اي نعم. لا صراحه الارض امتعتنا يعني لدرجه انت تعرف طبيعتي في الماراثونات دائما مع الخيل صح؟ صحيح. اليوم انا اختفيت عن الخيل لمده ساعتين اخذتني ارضكم قسم بالله. هذه أرضك وهذه بلادكم طول. الحمد لله ما في شك وأهلها طيبين و... في المملكة العربية السعودية تماما كما دشنتها سموك في المملكة البحرين بالتواجد ودفع الاسطبلات للتواجد. اليوم تعطي تعليمات لكل اسطبلات الإمارات أن تأتي بأقوى الخيول وتنافس هنا. ماذا تقول للأخوة في المملكة العربية السعودية كفرسان؟ والله اليوم شاركوا كثير من الفرسان السعوديين ونحن جبنا خيل طيبة لأن كأس الملك يهمنا
ونحب نشارك فيه يا حمدان، والحمد لله شاركنا وجبنا خيل طيبة وكانت موجودة في السباق طيبة بعد. لكن أنا أشوف أخواني الأمراء ومحمد بن سلمان واهتمامهم بالخيل والقدرة أن هذا بيأخذها إلى آفاق أبعد، نشوف الفخر في وجوههم. طويل العمر، يوم أمس الكل قاعد ينتظرك في القرية في البريرايد، فالكل يسأل سمو الشيخ حمدان وين وين، فعرفنا مكانك من الصورة اللي نزلتها في مدائن صالح وفي جبل الفيل، فسموك يمكن أبديت إعجابك في هذه المنطقة. شوف، لا تنسى الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود ليقدم الأفضل للمتلقي أو المستمع. أنا لما شفت الأرض هذه جذبتني ورحت في أماكن كثيرة وتعمقت في التفكير، يعني تعمقت في التاريخ، كيف كان التاريخ هنا، كيف كان يعني الأمور اللي كانت تحصل، شيء عجيب يعني. وأنا راجع لها إن شاء الله قريب وعندي خطة. قلت بيتين في الانستغرام، نعم. تحفظهم؟ لا والله مو بحافظ إنهم، لأن كانت على يعني في نفس الوقت كانت. الأخوة السعوديين كفرسان عندما رأوا خيول الإمارات ما شاء الله انبهروا فيها، ودائما الإنسان عندما يرى من هو متقدم في الأداء يرى أن المشوار طويل، فماذا تقول لهم؟ أوروبيا زمان الأوروبيين كانوا أفضل من الإمارات، الآن الإمارات تقدمت على الأوروبيين وتفوقت عليهم في كل المستويات، ماذا تقول لهم؟ أنا أقول لك متأكد أن من اليوم ورايح فكرة لحظية. نعم، هو كنا نشرب قهوة فوق كثبان رملية عجيبة، وكان يعني خيالنا عجيب يعني. صراحة أنا يعني أشكر جميع القائمين هنا على من اللجنة اللي قدموا يعني لهذا السباق، وفي نفس الوقت أقول أن انتظروني إن شاء الله السنة الجاية أني أشارك باسم السعودية. نتمنى ذلك. شارك باسم السعودية؟ باسم السعودية إن شاء الله. يعني الشيخ حمدان بيكون راكب وبيكون أمثل السعودية إن شاء الله. أمثل السعودية إن شاء الله. وإحنا قلنا أن الإمارات والسعودية بلد واحد. بلد واحد ما في شك، وإن شاء الله السنة الجاية تشوفون إن شاء الله. نعم نتمنى، وهذه يمكن هذا يجسد التلاحم ما بين حكومة دولة الإمارات وحكومة المملكة، تلاحم الشعوب كذلك. طويل العمر، اليوم كأس خادم الحرمين الشريفين، نحن في الاستديو قلنا هذا كأس عام. يعني بدعم اخواني الامراء ان بيكون للسعوديين الفرسان السعوديه شان عظيم، وهذا هي بدايه. فاذا كانوا اخواني الامراء والامير محمد بن سلمان مهتمين في هذا، انا متاكد ان لازم نحضر خير كل سنه انا وحمدان ونجينا. المنطقه جماليا مبهره، انا صراحه سمعت عنها وقريت عنها، ولكن لما شفتها أنا أحب أني أرجع وبات ليلتين في البر عشان أشوف زين. هذا الكأس توافد إليه أكبر الاسطبلات في العالم وقدمت مستوى هذا القوي، كم وكيف في هذا السباق؟ شوف، الكم والكيف في السباق اللي بيفوز واحد، ولكن نحن كلنا فايزين قبل السباق، مشاركتنا مع أخواننا هني في المملكة هذا روحه يعتبر فوز، وانتم عارفين هذا الشيء وعارفين احساسنا تجاه المملكه. اما السباق نحن بنقدم الافضل، بنقدم افضل العروض ان شاء الله اتجاه خط النهايه، واللي بيفوز نبارك له، والخسران نقول ان شاء الله معوضه السنه الجايه. منو هذا اللي بيفوز في توقع الشيخ حمدان؟ راشد الموج. راشد الموج. والله أنا للأمانة F3 في الموسم المحلي أبهرتونا، وإلى الآن بعد المرحلة الثالثة مبهرين جميع اللي في القرية للأمانة. قادمين من الإمارات بالتأكيد يضيف الكثير تواجدهم هنا، بالإضافة إلى مشاركتهم. أعرف أنكم كنتوا حريصين على تواجدهم سمو. طبعا حريصين لسبب واحد، هذا الجهد بدأ بداية متواضعة، وهالعام بالتعاون مع الزملاء في هيئة تطوير العلا انتقل بمشاركة الفرسان من الإمارات والدول الأخرى إلى العالمية، فاليوم يؤرخ أنه انتقال هذه المنافسة إلى العالمية. التاريخ يبدأ اليوم؟ التاريخ العالمي لهذه المنافسة يبدأ اليوم.
الخطوة القادمة في هذه المنطقة الجميلة وتنظيم سباقات القدرة للسنوات القادمة، أكيد سموك تعد بالكثير. والله أفثري يعني استقبل قدم يعني في البلاد، قدم عروضات طيبة، ولكن أم 7 أعتقد أنه رجعوا إلى الطريق اللي هم يقودون ودائما يكونوا في الأمام. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا لسمو الشيخ حمدان بن محمد، كنا معكم انا واخوي عصام الخامري في لقاء مع سمو الشيخ حمدان بن محمد اللي تحدث فيه عن شجونه في هذه المنطقه واعجابه بشكل كبير في هذه المنطقه. عصام، افضل تصريح الموسم القادم انتظروا سيدي سمو الشيخ حمدان مع تمثيل او خيل من المملكه العربيه السعوديه، نحن وانت واحد، كلنا شعب واحد. عموما نعود الى الاستوديو التحليلي إن شاء الله. الله كريم، نحن وجميع الزملاء العاملين في هذا المجال إن شاء الله نسعى للأفضل. تمنيت لو كان بعض الأخوة أتوا من 4 و3 سنوات وشافوا البدايات اللي كانت متواضعة جدا وكل سنة كان أفضل، ولكن نتعلم دائما من السابق، وهذه السنة فعلا حصل نقلة نوعية كبيرة، والسنوات القادمة إن شاء الله يكون أفضل إن شاء الله. سمو الشيخ حمدان، البداية حتى وإن؟ أنا أقول لك يا فيصل، إيه سلمان ترى هو صاحب خيل ويملك خيل وعنده خبرة كبيرة في الخيل، فاللي يزل هذا هو بيساعدنا على القدرة. إحنا نقول لا يفتوى مالك في المدينة. سمو الشيخ حمدان، حتى وإن ذكر الأمير أن لو من 3 سنوات البداية كانت متواضعة، لكن ما رأيناه اليوم جهد يشكر عليه. شو السماح، خلينا نأخذ الأرقام. من ناحية الأرقام التسجيل كان أو اللي انطلقوا اليوم فوق 200 فارس، 230 فارس، فالأعداد هذه الهائلة يعني تدل أن في سباق بداية قوية، فأتوقع في السنوات الجاية السباق بيتطور إلى أن يقدرون أن ينظمون، وأنا أجزم على هذا الشيء أن كأس العالم يكون موجود في السعودية. صاحب سمو الشيخ محمد ذكر أنه يكون في توجه كل عام لمزيد من الاشتراكات. أكيد هذا الشيء نحن بنسعى له، دامنا شفنا أن السباق ناجح وبكل المقاييس، مثل ما قال بعد وعدهم أن أنا بشارك والخيل بيكون عليه وأنا بكون فارس. دعوة للفرسان السعوديين ونحن مقبلين على مهرجان ولي العهد. والله يا مرحبا بهم في بلادهم، وصراحة يا أخواني السعوديين جينا دار ولقينا محبة يعني من القلب، مو محبة مجاملة، لا بالعكس كانت محبة من القلب وتنشاف في العين. ناموس ولا ناموس؟ ناموس.
تشوف الفخر بوجيه سكانه. شوف الفخر بوجيه سكانه. لحظة تتويج المركز الأول. الفائز بالمركز الأول في البطولة الدولية لسباق القدرة